لما بنسمع تصريحات الرئيس السيسي في مناسبات مختلفة، قلناها قبل كده في البرنامج وبنقولها تاني، بيبقى واضح إننا مش أمام تصريحات اليوم الواحد، يعني مش أمام تصريحات وقتية أو لحظية ينتهي مفعولها السياسي والاجتماعي بانتهاء الحدث. الحقيقة إننا بنكون أمام سياق سياسي واقتصادي ومجتمعي، سياق بيحمل رؤية مستقبلية من قائد إصلاحي، قائد استثنائي لديه فكر إصلاحي، لا يتعامل مع المشكلات بالمسكنات ولا ينظر تحت قدميه، ودايما رؤيته بتتجاوز الحاضر رايحة للمستقبل. المتابع لرؤية الرئيس السيسي منذ تولي المسؤولية يقدر بسهولة يكتشف النظرة بعيدة المدى اللي بنتكلم عليها، وبالتالي نقدر نفهم ليه الإدارة السياسية كتير بتبقى سابقة النخب بخطوات. مش مبالغة لو قلت إن دي المرة الأولى من أكتر من 200 سنة اللي بيقف فيها المجتمع المصري أمام قائد إصلاحي بالمعنى اللغوي والسياسي، قائد إصلاحي وليس شعبوي، تحرر من المتلازمات السياسية الضيقة ما بين أفكار سياسية معلبة ودباجات كتبها المنظرون بقى في القاعات الأكاديمية المعزولة عن نبض الشارع. علشان كده ومن خلال برنامج 60 دقيقة وعلى مدار حلقتين هنحاول نرصد ملامح الرؤية الإصلاحية للرئيس السيسي.